نتكلم عن حملة تطهير القضاء. احنا الحمد لله تحالف ثوار مصر بدأ يعمل حملة لتطهير القضاء عمليا بتقديم مذكرة بالتوقيع عدد كبير جدا من شباب الثورة بتوقيع شخصي على بعض الأوراق بنجمعها في ميدان التحرير. هذه المذكرة سوف تقدم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوع من تاريخه من الآن. بنطالب فيها بتطهير القضاء ممن زوروا الانتخابات في 2005 و2010 وهم معروفين بالاسم. سهل جدا إن المستشار حسام الغرياني يعرف رئيس اللجنة اللي كانت بتزور الانتخابات واللي هو باشر عمليات التزوير وسكت عليها وأعلن نتيجة مزورة، وده للأسف حكمت محكمة النقض ضد هؤلاء القضاء وضد هذه اللجان، ومعروفة الدوائر فين. وللأسف طبعا في عهد مبارك الفاسد كان بيتم الترمخة وكان بيتم وضع هذه الأحكام في الأدراج وكأنها لم تأتي، لأن طبعا كان كل ده بيتم بمعرفة النظام الفاسد. فإحنا إن شاء الله لابد إن إحنا بما إننا بنتظاهر وبنطالب بشكل يعني يعتبر شفهي أكتر، لكن إحنا لازم نطالب بشكل عملي ونقدم هذه المذكرة عشان نحرك المياه الراقدة ونساعد تيار استقلال القضاء وتيار تطهير القضاء عشان بجد يتم تطهير بجد ونشوف قضاء محترمين وشرفاء يحكموا مصر بجد. كم العدد من التوقعات الآن؟ لا احنا لسه بادئين منذ دقائق. انتوا كشبكه يقين انتوا ليكم السبق ان انتوا تاخدونا، احنا لسه بادئين التوقعات منذ دقائق قليله، ويعني ما اعتقدش اننا دلوقتي لسه العدد، لكن انا اعتقد ان انا اوعدك بكره مش اقل من 5-6000 توقيع هيبقى موجود في هذه الحمله. وبمجرد ان احنا ما ننشرها يعني على الانترنت او على فيسبوك وكده هتلاقي ملايين التوقيعات، لان ما فيش حد يقبل ان يبقى في قضاة ملوثين في اهم مهنه اعتقد في كل العالم او في كل انحاء العالم. شكرا استاذ عامر. شكرا.